طلعت له ونادى ونادى بن سعد يا خيل نهوين، نادى بن سعد يا خيل نهوين، من ينهض يرد ضلوع الحسين، يرد ظهره وصدره والظهر زين، وما ظل ضلع سال ما تكسر. وطلعت لمن الجيمان عشرة، وظلت خيلهم تلعب فوق ظهره، يا تصعد فوق صدره وترقل فوق ظهره، يا وزينب تنظر والدمع ينثو، صارت صوايح في طفوف الغاضرية، يوم لفت خيل الكفار بالأعوجي، ثار الرياح يلا عند الحر شالو، بوسط الظهيرة العشيرة جو ونحوه، قالوا لو ان نموت ابدا ما تردوه، لو تنفني اجسادنا كلها سوي. ثاروا بني همدان جو داروا على برير، بقلوب بسيوف مسلوله وبقلوب مذاعير، قالوا لو ان نموت ذا ابدا فلا يصير، لو تعود وقعت كربلاء تقبل حمي. داروا بني اسد اجاوا، داروا على حبيب، شافوه مرمي على الثرى ومخضب الشيء، مخضب بدمائه، بوسمة الدماء، يا ويلي شافوه مرمي على الثرى ومخضب الشيب، رامو بشيلة لكن تحامى بالغريب، وكل من إليه عيلة اجت بالسوية. من الذي ظل؟ الذي بقي وحيدا هو الحسين عليه السلام وإخوة الحسين. يا ويلي يا ويلي، وظل الحسين بغير حامي وغير دافع، بس العليل بخيمته يجري المدامع، والحرام بخيمها تجر المقانع، والخيل جابوها وفيها الأعوج، يا ويلي والخيل ردت قهقرة عن جثة حسين، والأعوجية ظلت ترضى باليدين، وضجت والجن والأملاك كلها ضجت على حسين، والكل ينادي يا غريب الغاضري.